لا يكف المصريون عن السعي، يخرجون من بيوتهم كل صباح قاصدين وجه الله ووجه الوطن. تقابلهم الصعاب لكنهم لا يخضعون، تعترضهم التحديات فيزدادون إصرارا، يملكون سرا يدفعهم إلى الاستمرار، ورغم العقبات لا يفقدون شغفهم بالحياة. مثقفو مصر ومفكروها يتحدثون عن عبقرية المصريين، يكشفون السر ويرسمون ملامح شعب لا يستسلم أبدا. شهادات للتاريخ على حاضر مصر ومستقبلها. أهلا بكم. بدأنا في الحلقة الماضية تسجيل وتوثيق شهادة الأستاذ الدكتور جودة عبد الخالق مفكرنا الكبير ووزير التموين والتجارة الداخلية الأسبق على الشخصية المصرية، وأمسكنا معه بفكرة مهمة جدا، وهي أن التنوع الذي كانت تتميز به الشخصية المصرية يعني كان في منحنى للهبوط بشكل كبير جدا لأسباب سياسية ولأسباب ثقافية ولتداخل العوامل ما بين العوامل الداخلية والعوامل الخارجية. وتوقفنا معه عند دور وموقف اليسار المصري، ولفت انتباهنا إلى فكرة مهمة جدا، وهي أنه كان يختلف مع أطياف من اليسار المصري الذين كانوا يريدون، مش عايز أقول إقصاء الدين، ولكن النظر إلى الدين على أنه ليس مكونا من مكونات الشخصية المصري. وسألت ما الذي خسره اليسار المصري بهذا الموقف؟ حصل إنجاز لازم الواحد يعني يتوقف عنده كثيرا، وأيضا مرتبط بفكرة الداخل والخارج في العمق، اللي هو الوقفة الصارمة مع جماعة الإخوان المسلمين، لأنه دي بتتكلم على إيه؟ بتتكلم على نفي للوطن. الدرس اللي نستفيده إن إحنا لازم نحرص على التنوع بأي شكل من بأي الأشكال. التمدد الاشتراكي في استناد من وجهة نظر حضرتك كان خطأ؟ المحصلة اقتصاديا إنه حصل تردي في الأداء الاقتصادي. طلت حرب من أكبر الداعمين لأم كلثوم. في مرحلة ما المسلم بتاع النهاردة كان قبطي مثلا من 100 سنة، انزعجت كثيرا حينما سمعت الحكومة تقول أنهم يستهدفون خلق 3 مليون فرصة عمل للمصريين في الخارج. ما هو الأيسر، أن تخلق فرص عمل للمصريين في الداخل ولا في الخارج؟ طلع لسانك للغة العربية اللي هي المفروض دي أهم ركيزة أنا بستند إليها. اهلا بحضرتك مره تانية يا فندم. اهلا بيك بالسلامه. يعني حضرتك هنا بتطرق الحقيقه قضيه بشجاعه وبجراه، لانه دي قضيه مسكوت عنها بشكل كبير جدا، وهي علاقه اليسار بالدين، وانه في فعلا في اليسار المصري بعض الناس ممكن نقول ان كانوا متطرفين في هذا الاتجاه، يعني ينظر الى الدين بتطرف فولي التطرف على الناحيه الاخرى. صحيح. يعني ازاي كان في تطرف رد فعل على التطرف اليساري، وايه اللي خسره اليسار من هذا الموقف؟ هنا اشرت الى فكره السرديه في التعاطي مع الدين، بمعنى ان النص الديني تحديدا الكتب السماويه القران في حالتنا بنتكلم عليها في هذا السياق يحتمل التاويل. صحيح، مش كده ولا ايه؟ وبالتالي انا اشرت الى سرديه او تاويل محمد عبده وتأويل سيد أو المودودي أو إلى آخر. أوكي. وبالتالي في رأي الخطأ اللي ارتكبه اليسار، وكان خطأ مكلف جدا من ناحية جماهيرية اليسار كفصيل سياسي، هو أنه يعني وقع فريسة سردية الإخوان المسلمين أو تأويلهم للدين، اللي هو أنا أشرت إليه على أنه في الواقع نقيض الفكر الاشتراكي كما أفهمه. اللي هو يعني جوهره يعني التركيز على الطقوس بشكل كبير جدا، استدعاء النصوص التي تؤكد معنى أنا وبعدي الطوفان،
حلم مزيد حلم مزيد حلم مزيد، يعني ايه الكلام ده كله، وانه العلاقة بين الفئات الاجتماعية او الطبقات الاجتماعية منسية تماما، وفي الواقع محطوطة في ركن صغير كده اللي هو البر والإحسان. كويس كده؟ في حين انه في القرآن والذين في اموالهم حق معلوم للسائل والمحروم، مسألة واضحة جدا لا تحتم. تمام؟ فده كان خطأ اليسار. اليسار كان مفروض يقدم، يعني اليسار وقع في فخ السردية الإخوانية دي، صحيح، فهو بيواجهها فخد الدين في الطريق وابتدى يركز على نقطة ايه بقى؟ انه نفي الإخوان المسلمين لفكرة الوطن واستبدالها بفكرة الأمة الإسلامية. وطبعا وهناك يعني صواب في هذا الموقف، ولكن كان في رأيي المفروض التعامل يكون من منظور أوسع. صواب في موقف اليسار من ده، مظبوط. انه ناخد السرديه بتاعت انه الدين الاسلامي والنصوص الاسلاميه بتؤكد على فكره العداله الاجتماعيه هي الجوهر في الواقع. ولما تشوف سيره الرسول عليه الصلاه والسلام والصحابه وكل الكلام ده تلاقيها بتؤكد هذا المعنى. وبالتالي اصبح على خلفيه انك تتعامل مع جماهير في المجمل يصعب عليها انها تميز او تفهم الفرق بين المسلم والمتأسلم، فتفهم الاثنين على انه نفس اللي بيدين بالدين الاسلامي. يعني تيجي تهاجم المتأسلمين يبقى انت بتهاجم الاسلام. اذا اضفنا الى هذا انه المصريون كما اشرت متدينون بالسليقة، لانه بالمواصفات بتاع المجتمع المصري لازم تعلق قوة هائلة جدا بتحكم مجريات الامور فيها من الحياه الى الميلاد اللي هي نهر النيل، ولا سيطره لك على هذا. صحيح. وبالتالي انت مجتمع متدين بالسليقه، فهذا البعد الذي غاب سطح الامور كثيرا واصبح بيصب في خانه انه والله الاخوان المسلمين في ذلك الحين ايام عبد الناصر كان لهم مظلوميه، ايام مبارك كان لهم مظلوميه، فالناس تعاطفت مع اصحاب المظلوميه، وبالتالي خدت هذا الموقف السلبي. انا مثلا شخصيا خدت الموقف السلبي ده من اليسار اللي بيهاجم الاخوان. يعني كاستاذ جامعه متواصل جدا مع تلامذتي، الولاد يكلموني يقول لك انا بنحبك جدا بس هو الموضوع بتاع اليسار ده يعني ايه الحكايه؟ انا بس لا ضارب زبيبه ولا ماسك سبحه ولا اقول رايح اصلي رايح اصوم زي الكلام ده كله، لان دي رياء الناس لا تجوز في رايي الموضوع. انما طبعا ده في مجرى التيار عارم بيصب في الناحيه الثانيه المتأسلمون المسلمون، فترك وده كان سهل على التيارات الدينيه دي انه تشيطن اليسار بشكل كبير، فيبقى كفار يعني ناس كتير كتير تم تكفيرها. يعني مثلا اقول لك واقعه يعني مش من قبيل، انما كان ليه طالب بيعمل معايا دكتوراه وقعد 6 أشهر اشتغل معايا، وبعدين جه بيتي انا اشوف حاجه من الكتاب، اجي صلاه العشاء ادانت، فبقول له يا خالد انت متوضي نصلي؟ قال لي طيب تعال، اميته وصلينا خلاص رجعنا بقى نكمل. انا لقيته في حاله ثانيه خالص مش مركز وبتاع، بقول له يا خالد في ايه الموضوع؟ قال لي معلش دكتور انا لازم اكون صريح معاك، انا كنت متصور لغايه اللحظه اللي فاتت العشر دقايق اللي فاتت دول ان حضرتك في سكه ثانيه خالص. يعني قلت له لا صلاه ولا غيره خالص. قلت له بص يعني انا امسك جرس ولا ايه بالذات؟ انا ما احبش المظاهر في كل الاحوال، المهم السلوك. ولكن طبعا يعني في علم النفس بنتكلم عليه، بنتكلم على الاحساس الشعور الادراك. انت ممكن تدرك شيء غير الواقع تماما، وهذا الادراك يشكل سلوكك وتصرفك، ودي مساله خطيره جدا. وبالتالي في رايي كان ان اليسار والان عليه ان ينهض بهذه المهمه. طبعا في الوقت من الاوقات كان التجمع فيه امانه مهمه جدا للشؤون الدينيه، وحتى السادات اتريق عليه وقال لك هم عاملين امانه وبيحتفلوا بمولد النبي. مرة تانية مأكد فكرة خصاصة الدين. ان ده تجمع ويسار فمالوش علاقة بالدين. بالظبط كده. انا افتكر من قيادات التجمع كمان كان الشيخ عاصي.
شيخ مصطفى عاصي. مصطفى عاصي أيوة. مصطفى عاصي كان ولب وقفطان وياسين. والاستاذ عبد الكريم خليل عبد الكريم. الشيخ خليل عبد الكريم. الشيخ خليل عبد الكريم. والدكتور احمد لا اله الا الله مش فاهم معلش نسيت انا طيب. دول نموذجين هم. طيب خليني انقل خلف الله دكتور خلف الله احمد احمد محمد احمد خلف الله مظبوط مظبوط ده تلميذ كان تلميذ امين الخولي طيب لو خدت حضرتك واحنا بنعمل قراءه من مشهد مشهد من حياتك يعني احنا بداناه بمشهد العمل وانت صغير فدخلنا على التغيرات والتنوع لمشهد تاني اللي هو غلبة المظهرية على الشخصية المصرية يعني تحب المظهر يعني لما تعينت معيد في كلية الاقتصاد والعلوم السياسية فالعميد طلب انك خلاص بقيت معيد فلازم تلبس بدلة جرة ايوه فقلت له والله انت عايز شغل ولا مظهر مظبوط لو قرينا ملمح اخر من ملامح الشخصية المصرية من الواقعة دي هل احنا بنميل اكتر الى المظهرية الى الشكل طبعا بصرف النظر عن الجوهر يعني لك مثال فضل. يعني دلوقتي زي ما قلت انا كاستاذ جامعي منشغل جدا بالعلاقة بالاجيال ومتواصل مع التلاميذ ادخل المحاضرة كل واحد بقى معاه محمول دلوقتي فادخل وعملت لهم شعار لطيف اقول له صلوا على طه رسول واقفلوا المحمول كويس وامسك المحمول بتاعي وتقفله واقفله ابص تلاقي نظراتهم غريبة جدا قال لهم انا عارف ايه اللي بذهنك وانت تقول ايه الاستاذ الكبير ده اللي شايل تليفون سكه ماشي بس انا عايز اقول لكم حاجه بقى انا اللي بدي قيمه لتليفوني ده مش باخد قيمتي من التليفون فعايز اوصل لهم بطريقه غير مباشره قيمه من القيم اللي في الواقع ممكن تعتبرها قيمه دينيه بامتياز مش كده ولا صحيح قيمه صحيح. دينيه بامتياز انما نسقط هذا على الواقع الحالي مجمل السياسات العامة خلي بالك مجمل السياسات العامة بتكرس هذه النزعة الخطيرة جدا في رأيي كاقتصادي وكمصري في وقت واحد للاستهلاك وإبعاد الناس عن النزعة إلى الإنتاج وأعتقد يا دكتور أنه ده العمود الفقري للمشكلة اللي احنا بنعاني منها هو ده الجوهر بتاع جوهر المجتمع مش منشغل شوف الخطاب العام شوف مثلا ايه المواقع اللي الناس بتدخل عليها بالنسبه للتواصل الاجتماعي وبتشوف ايه وما بتشوفش ايه وبتتكلم في ايه وبتتكلمش في ايه كلام يعني رايي انا صعب جدا بالنسبه للمجتمع يعيش حاله تحدي وجودي بكل معنى الكلمه فازاي بقى الناس تستنهض انا مش متشائم انا متفائل جدا في مخزون كبير جدا بس التحدي ان احنا نوصل لهذا المخزون طب مثلا حضرتك قبل ما نركز على ازاي نحل المعضلة دي التحول ده حصل امتى في الشخصية المصرية يعني بنستعرض خلال 70 سنة امتى حصل في الفترة اللي هي النص الثاني من السبعينات الانفتاح ايوه الانفتاح ووالي الثمانينات زين والانفتاح هنا الناس تصور انه كان انفتاح بمعنى انك سداح مداح اللي اتكلم عليه انا احمد بهاء الدين وهذا صحيح طبعا هو السعي للحصول على السلع باي شكل بصرف النظر عند حاجه اليها من عدم ولكن كان هناك جزء اخر انفتاح ده هي بذلك الحين السادات بشر بالرخاء وبشر بخروج المصريين الى كل مكان بحثا عن الرزق والخير عملت الانفتاح هجموني في الانفتاح طبعا قالوا الاقتصاد هينتهي القطاع العام هينتهي الرأسمالية هترجع كل الاتهامات اياها اللي انتوا عارفينها بتاع ناس كل ما لهم هو انهم زي البغبغانات يرددوا كلام الاتحاد السوفيتي والنظرية الماركسية بتاعته مشينا في الانفتاح ده كان 74
فاستقر في ذهن كثير من المصريين في الواقع انه الرخاء والخير يجي من بره مش من جوه. مش من جوه. فارتاد المصريون الافاق وتحديدا افاق الخليج. لكن المشكلة هنا انه رجعوا معاهم ليس سلع ومنتجات ولكن افكار ونعم افكار. ده اقترن بنظرتهم الى المجتمع ده على انه الرخاء والخير الذي يعيش فيه اهل الخليج هو في الواقع نتيجة لتدينهم. وهذا استنتاج خاطئ جدا. ابتدى يسقط هذا على الواقع في المصري هنا. مصر يعني احنا لكي نكون يعني مزبوط. في حالة رخاء وفي عندنا فلوس مثلا مسألة غريبة جدا. وانا بروح اصلي الجمعة لاحظت فجأة كده الناس كلها لابسة الغطرة بتاعت اسمها الغطرة الدشداشة اللي هو لا الجلابية الخليجية دي الجلابية انا بقى الجلابية بتاعت اخويا شلبي المخططة اللطيفة دي اللي كان لها طاقية من نفس القماش مظبوط. هذا التحول الثقافي في رمزية كبيرة جدا طبيعي جدا توقف عنها عظيم. ابتدى يرتب نتائج على مقدمات لا تؤدي اليها بمعنى انه الرخاء اللي في الخليج ناتج عن تدينهم لم يكن دقيق طبعا وابتدى لما يرجع بقى يعيش بهذه الذهنية ويحاول يكرس عملية هذا التدين الطقوسي الشكلي جلبا للرخاء او تبريرا لممارسات اقتصادية خلي بالك يعني ما هيش سوية في حالات كثيرة ويقرن هذا الثراء البادي ببعض المظاهر الدينية وانتظر ظاهرة الشيخ فلان والشيخ فلان والدعية والآخر وشوفنا بقى الرموز اللي انت عارفها اللي زالت موجودة حتى الآن. فهنا ده معناه ايه الكلام ده؟ انت لما بتسعى الى احداث تغيير اجتماعي التغيير الاجتماعي يخضع حتى يكون سليم لقدر من الهندسة الاجتماعية. اذا لم يتم التغيير الاجتماعي في اطار من الهندسة الاجتماعية سيكون محكوم باعتبارات كثيرة جدا قد تكون خصما على المصلحة العامة بدلا من ان تصب في خانة المصلحة العامة. طيب احنا خنقنا نفسنا بالمظهرية دي الوقتي يعني كتير. في هذه الفترة خنقنا نفسنا اقتصاديا بالمظهرية انا هقول الانفاق يعني في مظاهر كتير خد المستحدثات التكنولوجية موضوع الرمز بتاع الموضوع كله الكبير هو المحمول وترزاق بانها ناس افواجا وجماعات يروحوا دبي. انا رحت دبي كان عندي مؤتمر نزلوا لي جبت ايه ولا جبت حاجة انا قعدت في الفندق يومين جيت من المطار على الفندق طلعت من الفندق على المطار خلصت ازاي المؤتمر بتاعك بالنسبه لي دبي ما هيش مساله واو يعني خالص ده في مجاده فلان قلت له بص انا راجل عايش على جبنه قريش وعيش ومستغني جدا عشان ابقى حر فطبعا هنا ده على فكره مساله مهمه جدا وانت عايز تنهض بمجتمع لازم ترسخ قيمه الاستغناء هذه القيمة لو ترجمتها اقتصاديا تجدها تفتح لك مناجم اكتر من منجم السكري بتاع الدهب ومن حقل الظهر بتاع منجم نسميه منجم الاستغناء مظبوط منجم الاستغناء اولا هيرفع معدل الادخار بدون مجهود كبير جدا وبالتالي ما يبقاش عندك مشكلة العجز والديون والفجوة اللي احنا بنتكلم فيها دي وبالتالي اتمنى انه اعلامنا وسياساتنا العامة وسرديتنا الدينية اروح صلاة الجمعة اسمع كلام هذا المعنى معنى الاستغناء كيف تكون مستغنيا. طب هقول لحضرتك على حاجة احيانا الاعلام لما بيجي يتكلم في ده او يعني حتى في خطبة الجمعة زي ما حضرتك بتشير فيجي يتكلم على تغيير نمط الاستهلاك انه في حاجات ممكن نستغنى عنها وما يحصلش حاجة صح بتلاقي حالة مقاومة يعني من من الناس من الرأي العام وكأنه المزاج العام للمصريين بقى هو الاستهلاك ده مظبوط يعني تفسر المقاومة دي بإيه يعني المقاومة لأنه هي بتفسر في سياق انك انت بتبرر شيء بالنسبة لهم كريه كويس معاناة احساس فظيع بالعوز وعلى فكرة
جزء منه لو انا عملتها على مقياس 100% الاحساس بالعوز ده 30% فقط ربما يكون لاحتياج مادي الى الاكل والشرب والملبس، 70% لحاله مزاجيه نفسيه. نفسيه 30% بس للحاجات الاساسيه اللي هو الحقيقي، 70% نقدر نقول هي الرفاهيات يعني. بالظبط كده. وبالتالي هنا المدخل يكون مثلا هقول لك احنا كده محتاجين علاج نفسي، اعتقد محتاجين وبامتياز علاج نفسي. وبالمناسبه باعتباري انا في وقت من الاوقات كنت وزير تضامن وعداله اجتماعيه لمده 10 شهور، وكان من الهيئات اللي تتبع الحقيبه اللي انا كنت بمسكها حاجه اسمها المركز القومي للبحوث الاجتماعيه والجنائيه. طبعا طب. هذا المركز انشئ في الخمسينات من القرن العشرين، وكان القصد منه بالظبط كده انك انت تخلي بالك من الهندسه الاجتماعيه كيف تكون، عشان ما تدخلش الكهرباء في الريف وبعدين ترجع تشتكي ان القريه ما بقتش منتجه. يعني لما تدخل الكهرباء في الريف ومعاه التلفزيون الفلاح بدل ما يصلي العشاء وينام هيقعد قدام ينام بعد الفجر، وبعدين تديله جرعه اعلانات لطيفه جدا فيبتدي يفكر انه عايز راديو ترانزستور يعلقه في ودن الحمار لا مؤاخذه في الاول. هي بدات كده انما في النهايه الترجمه الاقتصاديه المباشره لهذا انه بدل ما كان الفلاح بيكد ويجدح في الحقل وبعدين يستريح عشان يعيد الكره يوم بعد يوم، فتحت انت نافذه عريضه جدا وواسعه جدا على اهتمامات اخرى. ده يعني نقدر نقول انه تم الاضرار بالهندسه الاجتماعيه في مصر. طبعا بسبب الحاجه يعني اما ما كانش في هندسه اجتماعيه او هندسه اجتماعيه معيبه لم تاخذ في الاعتبار انك بتتعامل مع نسق في النهايه، والانسان عنده طاقه محدوده مظبوط، وعنده 24 ساعه الموازنه الوقتيه بتاعته هتتم ازاي، كام في الميه او كام ساعه للعمل وكام ساعه للراحة والاستجمام، دي مسألة مهمة جدا. إذا كنت عايز تبقى مجتمع ناهض ومنتج ومستغني وفاعل بدلا من أن يكون مفعول به، يبقى لازم تاخد بالك من هذه المعادلة. إذا اختلت هذه المعادلة قل ما شئت عن أنك أنت تسعى لتكون فاعلا وفينتهي بك الأمر، لكن تكون مفعولا به حتى الثمانة. ده الميزان صحيح في تقديري. طيب خلينا يعني انا ملاحظ ان حضرتك يعني الكوفيه الفلسطينيه. طبعا موقف ده موقف يعني حضرتك قلت لي انك من اول الاحداث صحيح، وانت ما بتخرجش الا بيها يعني في اللقاءات يعني العامه وكانها رساله يعني. صح. طيب ايه رايك حضرتك نتكلم شويه عن المصريين والقضيه الفلسطينيه كشهادة برضو طبعًا. من خلال الفترة الطويلة دي، بس بعد الفصل. تمام. فاصل ونعود لاستكمال تسجيل وتوثيق هذه الشهادة مع مفكرنا الكبير الأستاذ الدكتور جود عبد الخالق. اهلا بكم من جديد، نستكمل سويا تسجيل وتوثيق هذه الشهاده لكاتبنا ومفكرنا الكبير الاستاذ الدكتور جود عبد الخالق. وصلنا للرمزيه اللي يعني حضرتك تمسكت بيها منذ بدايه الاحداث في 7 اكتوبر 23 وهو يعني الاحداث الحقيقه اللي يمكن غير مسبوقه في الصراع ما بين اسرائيل وفلسطين. انا يهمني قوي اقرا مع حضرتك المصريين وهذه القضيه. شوف انا طبعا عايز اقول ان انا واجهت عده انواع من رد الفعل على الاحداث دي. ايوه بين مؤيد ومعارض. عايز اقول طبعا مؤيد واضح ليه مؤيد، انه يعني طبعا ده تعبير عن موقف مع المستضعفين كويس كده في المجمل. والمستضعفين العرب والفلسطينيين كمان يعني. لكن البعض يعني وجد غضاضة في هذا بمنطلق انه غزة احد اذرع
الإخوان المسلمين وإحنا انتفضنا ضد الإخوان. فأنا كان ردي إنه لا طبعا دي حركة مقاومة لمحتل يسعى إلى اقتلاع إنسان من أرضه. وإحنا عندنا في التراث تعالوا نتكلم على عواد باع أرضه، مجرد بيع الأرض في حد ذاته بداية الاقتلاع. واحد. اثنين، إنه الدين طبعا يستدعى، ولكن في رأيي استدعاء خاطئ جدا، لأنه الرقص على إيقاع الصهاينة بيطرحوا قضية الدين عشان يخلق لهم مشروعية في هذه. احنا بنتكلم على قضية مش دينية في الأساس. مظبوط. دي سياسية. انت بتتكلم صهيونية، مشروع استعماري بامتياز. يا سلام. دي واحد. اثنين، لو نظرت إلى الموضوع بالمعيار الاستراتيجي ستجد إنه لما نقرأ في التاريخ بتاعنا من أيام العظام رمسيس الثاني تحتمس الثالث والكلام ده، خرجوا يخوضوا معارك للدفاع عن مصر في هضبة الأناضول وفي شمال سوريا، وآخرهم كان السلطان القنصوة الغوري اللي خرج ينازل العثمانيين. صحيح. مش كده ولا ايه؟ معنى هذا الكلام إنه في الواقع فلسطين هي خط الدفاع الأول عن مصر، وغزة تحديدا باعتبارها خط تماس أكتر من الضفة الغربية. ومن هذا المنطلق أنا كمصري بأخذ هذا الموقف. ومش معنى كده إنه أنا بأسلم بمقولات لا أقبلها اللي هو الدين محل الوطن. لا، مش المقدمة مش كده على الإطلاق، إنما الدين أحد روافد ومكونات الشخصية بلا جدال، ولكن حسب السياق في مرحلة ما تكون للدين الصدارة، في المرحلة الأخرى الدين بيعود إلى الخلف. وذلك أنا متسق مع نفسي جدا في حالة انسجام داخلي عالي بهذا الموقف ده. أضعف الإيمان، عارف يعني أضعف الإيمان أنك أنت تنصر المظلوم في هذا، واحد إنسانيا يعني. اثنين، أنك أنت مدرك بوعي لإيه معنى فلسطين، وأن تبقى فلسطين صامدة في مواجهة المخطط الاستيطاني الصهيوني الغربي، لأنه إذا سقطت فيبقى جدا الدور جاي على مصر، والتاريخ بتاعنا حافل بهذه الرمزية في الـ. طب هسأل حضرتك على مقارنة الموقف الشعب المصري وعلاقته بالقضية الفلسطينية ومواقف دون تسمية يعني، ومواقف شعوب أخرى، بتشعر إنه الارتباط عاطفي أكتر ما بين المصريين وهذه القضية؟ لا بالتأكيد. أولا يعني نتيجة للجوار الجغرافي. ده رقم واحد. أنت عندك رفح رجلي هنا ورجلي هنا. رفح المصري ورفح الفلسطيني. مظبوط. وبعدين غزة كان في وقت من الأوقات بعد 56 كانت تحت الإدارة المصرية. مظبوط. وبالتالي لما تيجي تشوف العائلات بتلاقي الدم اختلط والأنساب اختلطت كذلك. في وشاج يعني تخطى حدود الإنسانية إلى ما هو أبعد لعلاقة الدم. دي واحد مسألة مهمة جدا. اثنين، انك انت لما تشوف التراث الثقافي في شبه جزيرة سيناء هو ينتمي اكتر الى فلسطين من انتمائه الى وادي النيل. في الواقع يعني كل مفردات التراث الثقافي لشبه جزيرة سيناء كما اراها سواء من ناحية الزي او الاهازيج قريبة من فلسطين، فلسطين اكتر منها من الوادي النيل. وبالتالي يعني ده جعل هناك تراكم عبر التاريخ. لما نرجع بقى للفترة الأحدث وهي حرب 48 احنا لنا شهداء سقطوا دفاعا عن فلسطين في 48. ولا يجوز ان، وفي الواقع الناس دول كانوا التجربة بتاعت حرب 48 كانت بمعنى من المعاني الشرارة التي تفجرت ما حدث في 52 مش كده ولا وما تلاها. ده طبعا هنا المشكل بقى انك بتسقط هذه المسألة على واقع فيه لغط واختلاط شديد جدا. لو خدت حضرتك بقى لملف مهم جدا وهو قريب من كلامنا عن الشخصية المصرية وتنوعها، حضرتك ليك تجربة في الحوار الوطني اللي دعي
إليه من قبل الرئيس، وخدنا فترة طويلة جدا في الإعداد لهذا الحوار، ثم جلسات الحوار وتعليقات ومناقشات وخلافات. شو قبل الحوار ده كنت شايف الحالة العامة إزاي، وبعد الحوار يعني أصبحت أو هل تغيرت؟ يعني هل حدث تغير بفعل اللي حضراتكم عملتوه في هذا الحوار؟ يعني إلى حد ما قد اختلف بقى بالنسبة للبعض، هذا الحد ممكن يبقى كبير يبقى صغير، دي مسألة تخضع للمناقشة والتقدير، وهذا طبيعي طبعا بالنظر إلى تعدد الأطراف الداخلية في العملية. بالنسبة لي أنا شخصيا يعني كان عندي توقعات أعلى بالنسبة لموضوع الحوار ومقاله ومنتهاه ومخرجاته. هو فعليا لم ينتهي بعد، ده هو لم ينتهي يعني في اتجاه الى اعاده هيكله. طب صحيح انا كنت متواصل مع زملائنا في مجلس الامناء، صحيح جماعه عايزين نبتدي نحيي الموضوع، احنا ما احناش الحكومه، احنا طرف تاني خالص، فعايزين مش هنستنى نستكمل بالظبط، لازم نستكمل ما بداناه. وطبعا الموضوع ده برضو يعني لا يخلو من تعقيدات، بمعنى انك انت لو خدت واحد من المحاور الثلاثة الرئيسية في الحوار اللي هو المحور الاقتصادي، حاليا انت بتنام وتصحى تلاقي قرارات واجراءات اتخذت تعقد الامور اكتر مما تيسرها. ده من منظور حضرتك يعني طبعا وارد انه يحصل خلاف مع هذا الكلام، لكن انا بكلمك على رؤية حضرتك شهادتي انا بقى. تمام مظبوط. لما تيجي تاخد اخر حاجه خالص، يعني اللي من اسبوع تقريبا صدر حاجه اسمها وثيقه توجهات الاستراتيجيه الاقتصاديه، وثيقه كبيره 150 صفحه، دي اللي اتقال انه في 400 خبير اشتغلوا عليها صحيح. عارف انت برضو خلي بالك مثل هذه الوثائق ينبغي ان يتم التعامل معها بأكبر درجة أو أقصى درجة من الحذر والحيطة لسبب. ليه فن؟ لأنه أنت عايز تتأكد أن الرسائل اللي ستخرج عن مجرد الإعلان عن هذه الوثيقة مثل هذه الوثيقة ستكون هي الرسائل المناسبة في الوقت المناسب إلى الطرف المناسب. يعني برضو معنى الكلام إيه؟ معنى الكلام أنك يعني خلاص ما دام طرحتها، ولا في ناس مش محتاجه تستنى الترجمه، هتروح واشنطن تروح لندن تروح باريس، لا ناس بتتكلم لغه عربيه يمكن اكثر استقامه من اللغه العربيه بتاعتنا احنا، في نفس اللحظه هيقروا الكلام ده ويبتدوا يستنتجوا الاستنتاجات، وبالتالي لازم تاخد بالك مضمون مثل هذه الوثيقه من مثلا من الحاجات اللي لفت نظري اللي بيتكلم برضو على مرونة أكتر في سعر الصرف. كويس طيب، احنا بالنسبة للمرونة أكتر في سعر الصرف، احنا في سنة 2022 خفضنا سعر الصرف ده بالنسبة للجنيه بتكلم أربع مرات في سنة واحدة. سؤال، أليست هذه مرونة ولا إيه المقصود؟ وبعدين النتيجة إنه أنت خفضت ولكن لم يتحسن وضعك الاقتصادي ازاء الخارج، بمعنى كده اصبحت مصدر بدرجه اكبر منك مستورد. مظبوط بالظبط، اطلقت موجه من الغلاء كبيره جدا، لم تعالج العيب الاساسي في المساله، اللي هو في رايي دايما وانا بوحى صوتي من الكلام، يا جماعه المشكله مش في سعر الصرف انما في نظام الصرف. الفرق بين الاثنين عشان اللي بيتابعنا سعر الصرف هو نسبه مبادله الجنيه بالدولار مره بالاسترليني مره باليورو مره باليوان مره، ده سعر الصرف. اما الاهم في الواقع فهو الطريقه التي تتحدد بها سعر الصرف، سياسه الصرف. مظبوط كده، نسميها الاقتصاديين لهم رطانه خاصه بهم كده، زي عندك واحد ناصر وصلاحه فاليوم تعبيرات نظام الصرف اللي هو الاليه التي تتحدد او طريقه تتحدد بها السعر ده لم يعالج. وقلنا يا جماعه لو سمحت، انت رابط الجنيه بالدولار وده خطا فاحش، يعني انت متشعبط في العربيه الغلط، لانه امريكا ما هياش اهم شريك تجاري بالنسبه لك، ولازم توسع البرجل وتربط بعده عملات. طب ايه اللي بيعوق ده فندم؟
يعني حضرتك طرح تصور انك ما تربطش الجنيه بالدولار في اقتصادات اخرى، ايه اللي بيعوق عن تنفيذ؟ يعني انت طرحت يعني الموضوع ده يعني من اكتر من 10 سنين، وطرحته بمناسبه البرنامج بتاع 2016 لو تذكر، بتاع الاصلاح الاقتصادي، طرحته مره تانية في المؤتمر الاقتصادي اللي كان في اكتوبر 22. ولكن ايه العائق؟ يعني لانه مساله مش صعبه ولا مستحيله ولا لوغاريتمات، دول كتير عملتها وطرح منظور. اوكي مش عايز تعمل حزبه، خد حاجه موجوده بالفعل اللي هي حاجه اسمها حقوق السحب الخاصه اللي بيتعامل بها صندوق النقد الدولي. صندوق النقد الدولي بيحسب حسابات كلها بيسمى اللي هي ايه، ما بيقولش دولار، وانما بيقول ما يعادل ما وحده حقوق اللي هي عباره عن سله من 4 عملات مع بعض كده، الدولار الامريكي، الجنيه الاسترليني، اليورو واليوان الصيني، خلاص. ممكن تضيف عليهم الين الياباني ويبقى عندك 5. لو مش عايز تعمل حسابات خد العمليه وابتدي انظر الى علاقه دي. المشكله ايه؟ المشكله لما انت بتخفض الجنيه وفي نفس الوقت ترتفع اسعارك على خلفيه تخفيض قيمه الجنيه، يبقى انت اللي كسبته بالايد اليمين اللي هو نتيجه لتخفيض قيمه الجنيه، خسرته بالشمال نتيجه لارتفاع التكاليف. لان ارتفاع التكاليف معناه انك انت تنافسيتك في مجال التعامل الدولي تجاريا بتقل. بالاضافه طبعا للخساره على مستوى الاصول، انه كل الاصول اللي بتملكها اصبحت بثمن بخس دراهم معدودات بالنسبه للغير. ده موضوع كبير جدا. وبالتالي بقول انه نحن بحاجه في الواقع الى انه ما يجيليش حد تكنوقراطي بحت كده. لا هو مش بس اي تكنوقراطي، انا بعتبر نفسي تكنوقراطي، ولكن بالاضافه لهذا لا بيكون عنده من اتساع الرؤيه ما يميز بين ما يصلح وما لا يصلح، بين ما يفيد وما لا يفيد، وبالتحديد ما يصدر الينا من سياسات من المؤسسات الماليه الدوليه اللي هي يعني دوليه في الشكل لكن هي ليست كذلك في المضمون. واعني بذلك صندوق النقد. انا مش ضد كنت بتكلم على التنوع، وبالتالي اول واحد يمد الايد لاي طرف. هو ده الكلام اللي حضرتك بتطرحه يخليني يعني اتقاطع معاك في نقطه مهمه جدا يا دكتور، وهو انك من اول ما اتكلمنا في هذه الشهاده وانت بتنزل مساله العلاقه الجدليه ما بين الداخل والخارج منزلتها، يعني ليها تاثير. صح. في الوضع الاقتصادي ده ليه حضرتك مش حاطط ده في الاعتبار او في السياق اللي هو الجدل ما بين الداخل والخارج؟ في تاثير خارجي. لا تاثير طبعا. ضاغط جدا. ضاغط جدا. يمكن قد يعني لا ضاغط يعني حاليا ربما من 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 اهم الفترات التي يحس فيها الداخل بواطأة الخارج عليه. مؤكد. ولكن من ناحية تانية انت لكي تفهم الاليات المتضمنة في هذه العملية وتفهم السياق الذي تتم به وتفهم الاوراق التي لديك، هو المشكلة ايه؟ انك انت بادي بحالة ذهنية لدى من يديرون الامر انه انا مفعول به. كويس كده؟ وانت خلاص مجرد ما تقول انا مفعول بيه انتهى القصه، خلاص هتبقى مفعول بيك في النهايه. بالظبط المنطق يقول الكلام ده، مظبوط. انما لو قلت لا انا فاعل، طيب فاعل ازاي؟ هتبتدي تنظر في الاوراق التي لديك، تستدعي هذه الاوراق، توظف كل ورقه في مكانها الصحيح، وتخلق لنفسك مجالا وهامشا للفعل. بدل ما يبقى صفر اللي هو في رايي الوضع الحالي، 10 20 30 40، يبقى انت في الواقع بتتفاعل مع الخارج بدلا من ان تتلقى من الخارج يقول لك عوم والا خلاص. فانت ما يبقى لازم اعوم وانا ما عنديش بديل تاني. انت بتسمع تصريحات كتير بالمناسبه انه لا بتاع دوت تخفيض قيمه الجنيه، تعويم الجنيه حتمي. اخرهم تصريحات مستفزه جدا، انت على اي اساس قلت تعويم الجنيه حتمي؟ عارف؟ وعوم الجنيه اوكي من غير ما تعمل اي حاجه تاني هتغطس برضه، ولهذا بس هو في الفتره الاخيره في تصريحات مضاده لده، يعني بتقول انه لا مش هنعوم. ما ده يعني من ابواب الرحمه. لكن بالظبط
اللي انا اتمنى ان يحصل جدل صحي حول هذه المساله، جدل عام تبقى كلمه من يدير الامر في مقابله كلمه من لهم رؤيه مختلفه، بحيث انه المجتمع المصري ككل يصل الى المسار الصحيح للتعامل مع هذا الموضوع الخطير جدا. وذلك بهذه المسألة انا بقول سيكون خطأ شديدا الاندفاع وراء دعوات صندوق النقد الدولي واقرانه بالنسبة لموضوع الجنيه المصري، ولكن ليس معنى ذلك ان نكف عن عمل اي شيء. انما في رأيي لابد ان نتخذ مجموعة من الاجراءات التي تضمن للجنيه المصري القدر من الاستقرار الذي يحفظ لعملتنا الوطنية هيبتها ومكانتها، لأنه هذه الهيبة والمكانة من القرارات دي يا فندم، من القرارات دي. نرجع لفكرة الاستغناء اللي أنا اتكلمت فيه. كويس كده؟ احنا بنتكلم عن سلوك بقى. مظبوط، سلوك ترجمة الكلام ده. لأن أنا فعلا كنت يعني هختم هذه الشهادة بفكرة إنه احنا طول الكلام حضرتك إنه المواطن هنا عنصر إيجابي في حل في التصدي للمشاكل، يعني المواطن هنا مش مجرد تابع او انه لا، ليه دور. مظبوط. فحضرتك بترجعنا يعني انه لفكره السلوك، انه فكره الاستغناء. بس الاستغناء على المستوى الفردي، على المستوى لا مش الفردي بس، انما على مستوى المجتمع ككل. وهنا في هذه الحاله بتيجي تاخد اقتصاديه بقى، كان ايه فاتوره الواردات المصريه؟ اخر ارقام بتقول وارداتنا سنه 23 كان في حدود 70 مليار دولار. 70 مليار دولار. طب صادراتنا قد ايه؟ تقريبا نص هذه القيمه. عظيم. فالميزان هنا مباشره، الميزان هنا مختلف. مظبوط. طيب معناها ان علاقتك في الخارج بنسبه التلتين مفعول به وبنسبه التلت فاعل. فعل كده الترجمه على طول. اعمل ايه الكلام ده؟ اقول انا لو الامور بايدي انا واخد قرار، انا عندي حقوق طبقا لعضويتي في منظمه التجاره العالميه تكفل لي بالورقه والقلم تخفيض قيمة الواردات من الخارج بموجب صحيح كتاب اتفاقية الجاد اللي هي المادة 18 به، اللي بتقول اذا المت باقتصاد الدولة العضو، ونحن دولة عضو الواقع في منظمة، نحن دولة مؤسس في منظمة التجارة العالمية، المت به ظروف تخلق ضغوطات تشكل خطورة على الوضع العام، يعني دي الترجمة العامة للكلام، فما يكون من حقي اتخاذ تدابير خارج سياق منطق منظمة التجارة العالمية، انك انت تلجأ لآلية السوق وعرض وطلب وسعر وكلام ده. معنى الكلام ايه؟ انا ممكن افرض حظر على الواردات من بنود معينة. تام حظر على الواردات. ممكن افرض حصص للواردات من بنود معينة. ممكن افرض تجميد للاستيراد من بنود معينه لفتره محدده وهكذا. طيب اعمل الكلام ده ازاي؟ اعمله بالاصول. ما هي الاصول؟ الاصول بتقول انه الجا الى منظمه التجاره العالميه، اقدم الملف بتاعي انا كعضو تعرض. لما تيجي تاخد مصر تعرضت لايه؟ تعرضت لضغوطات من بسبب الحرب في اوكرانيا وروسيا. روسيا واوكرانيا. مظبوط. تعرضت لضغوطات من السياسه النقديه في الولايات المتحده الامريكيه، كل ما يرفع الفايده فالاموال الساخنه تهرب. عظيم. تعرضت لضغوطات من الحرب في غزه، ولا زالت وستظل تتعرض لضغوطات، تتعرض لان ضغوطات من باب المندب. مظبوط. صحيح. فانت الخناق بيضيق حولي من وجوه كثيره جدا. وده معناه ايه؟ انه ده اصبح يشكل خطورة على الوضع المجتمعي بالاتساع، مش بس الاقتصاد. وبالتالي وبناء عليه انا بقول وانا بخاطب مين بقى اللي عندنا يخاطب على فكرة عشان يبقى الكلام محدد؟ وزير التجارة والصناعة، لان هو اللي في ايده ملف التعامل مع منظمة التجارة. وزير التجارة والصناعة بحكم منصبه هو محافظ جمهورية مصر العربية في مجلس منظمة التجارة العالمية. بيقدم الملف ده، وبناء عليه احنا بنطلب 1 2 3 4. اقول لك عظيم جدا، تتفاهم مع الشركاء التجاريين، انا اقدر احدد له الشركاء التجاريين واقدر اقنع الشركاء التجاريين لنا مصلحه مشتركه نتخذ هذه التدابير انطلاقا من الاتفاق نصه وروحه،
ومش لأبد الأبدين، إنما لمرحلة حتى أعبر. والتفاهم متاح لأنه هو النهاردة عندي بكرة عنده. مظبوط. هي دي النقطة. بالظبط. يعني في مركب واحدة. بالظبط. وهيتفاهم، مفيش عداوة. لكن النقطة إنه المخيف في الأمر إنه الذي يمسك هذه الملفات تتصور إن إحنا مفعول بنا تماما ولا نستطيع، مع ان احنا نقدر نبقى فاعل. طبعا طب. يعني بشكر حضرتك جدا في ختام هذا الحوار وهذه الشهادة مفكرنا وكاتبنا الكبير الاستاذ الدكتور جود عبد الخالق. شكرا لحضرتك، كنت معنا في الشاهد. عفوا. شكرا. وشكرا لحضراتكم.